تعالوا بقى للحتة الحلوة اللي جاية دي، وصديق للبيئة. حلوة دي، صديق للبيئة. حضرتك المواصلة تبقى صديقة للبيئة. تعالوا شوف التقرير ده وركزوا قوي على كلمة صديق للبيئة دي. بصوا المنظر قبل ما اروح للتقرير، بصوا جمال المنظر. الحاجات دي بتتكلف ولا ما بتتكلف؟ بتتكلف. طب نشوف التقرير ونرجع. سبعة آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة، فضلاً عن 13 محوراً عرضياً على نهر النيل و900 كوبري ونفق. كانت هذه هي إنجازات النقل خلال 8 سنوات مضت. طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كيلو متر هو واحد من منجزات مشروعات النقل في مصر، إضافة لعدد آخر كطريق الصعيد البحر الأحمر وطريق شبرا بنها الحر وطريق الجلالة وغيرهم الكثير والكثير. أما عن مشروعات الكباري فهناك عدد كبير منها جرى تنفيذه فعلياً وافتتاحه ككوبري ديكرنس وكوبري سندوب ومحور الفريق العصار وغيرهم الكثير والكثير. ويأتي مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يعمل على نقل الموظفين من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة وأنه يأتي كوسيلة نقل نظيفة وسريعة وصديقة للبيئة بعد نقل الوزارات إلى هناك، كما أنه يخدم عددا كبيرا من المدن الجديدة في شرق القاهرة كمدينة العبور والعاشر من رمضان. هذا وستمثل منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر، كما أنها ستغطي جميع أنحاء الجمهورية. من مصر، طارق أحمد.